عمرو اشرف، رجعنا لكم تاني من ميدان الجيش يا رجاله. اخويا الكبير وليد بابا عبده بتشرف بيه في كل حته يا رجاله من ميدان الجيش برضك، عشان اعرفكم ان باب الشعريه فيها عتاوله، فيها ناس جامده في الحمام، ولازم كل غاوي نعمل عليه سبوت كده ونبينه ونعرف الناس دي مين، عشان نعرف برضك الغواص الصغيرين مبادئ الغيه ووصول الغيه زمان كانت ماشيه ازاي. معايا اخويا الكبير جاي نتفرج على حمامتين بالصلاه على النبي عنده، وهناخد الحمام برضك وهو داير. معلش احنا ما لحقناش نفتح الحمام ونجيب اللقطه بتاعت تفتيح الحمام، بس هنفرجكم على الحمام بالصلاه على النبي. الله اكبر عليه، ربنا يا رب يبارك للناس كلها يا رجاله، وقولوا بسم الله ما شاء الله واتفرجوا على الحمام. الصلاه على النبي. هما كام واحده دول يا عم وليد؟ دول بتاع 120 واحده. 120 واحده. الصلاه على النبي. تحت وفوق. تحت وفوق. ها؟ الصلاه على النبي. الحمام هو رجاله داير اهو في ويكو اهو. الصلاه على النبي. ماشي اللي انتوا عاوزينه. بص يا باشا اتعامل بطبيعتك كاني مش موجود. الصلاه على النبي. ربنا يبارك يا عم وليد، حرمتين بالصلاه على النبي يعني. بسم الله. دول يا رجاله بتوع 120 حمامه، 130 حمامه، لان هو بردك سايب حمام الخارجه تحت وهنصوره لكم. الصلاه على النبي. الحمام ده كله ابن العش يا عم وليد ها؟ فرخر. كل ده فرخك ها؟ احنا ممكن بردك نتفرج على الحمام اللي بتفرخه ها؟ تعالى خلاص. ماشي. نعلم الناس يفرخوا ازاي؟ ماشي يا باشا. عم وليد ده رجاله من عتاوله ميدان الجيش بامانه، والله مش بقولها عشان انا واقف معاه، بس والله العظيم الراجل يعني انا قبل ما اطلع له الناس بتتكلم عليه كلام بالصلاه على النبي يعني. حبيب عمو. الصلاه على النبي. حمامتين هو رجاله باينين في الكاميرا وهم بيتكلموا عن نفسهم، مش محتاج ان انا اتكلم عليهم يعني. كان زمان عم وليد الغواي بتحطت الحمام في الوقت ده. ده في الشتاء. في الشتاء. وكمان كانت بتبقى الدنيا عتمه خالص والحمام لسه انت بشغال بيه. دلوقتي مفيش الكلام ده يا عم وليد. انقرض. انقرض. عشان الكبار ما علموش الصغير. يعني انت حضرتك شايف برضك ان ده كان تاثير شويه من 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 كبار. بس برضك ان ندي اعذارنا ان زمان ما كانش فيه نت برضك ولا فيه الكلام ده. بس كان في ناس بتعلم صح. تمام. الناس دي انقرضت، ما بقتش تعلم الاجيال اللي بعد منها. تمام. بس فالصغيرين اللي طالعين بقى مش عارفين اي حاجه، مش عارفين اي حاجه. انت القديم، انت حضرت القديم، عشان كده برضك ماشي على المنهج بتاعهم المدرسه بتاعتهم. بحاول اعلم اللي مني. بتحاول تعلم اللي مني. حوالين مني بحاول اعلمه الصح. يعني اي حد طالع من قريب من حضرتك بيحب الحمام، بتحاول ان انت توعيه في الصح. بمشيه زي ما ابويا علمني. الصلاه على النبي. ربنا يبارك لك يا عم وليد، انت راجل محترم وعندك حمامتين. بالصلاه على النبي والله العظيم. دخلنا عليك الشتاء، في الشتاء تيجي تنورنا اكون انا بقى ظبطت. بص انا عارف، انا عارف الراجل الحمام بيحط طارق الرجاله، انا ابعد من وشه عشان اوريكم برضك الحمام هو بيحط. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. بصوركم برضك حطت الحمامه رجاله. تحياتي يا رجاله لكل المحافظات وكل الدوره العربيه اللي بتتفرج علينا. بنحاول نطلع لكم غيه نفرجكم على النش، الناس المقتربه اللي بتحب الحمام. باب الشعريه يا رجاله بتمسع الناس كلها، كل راجل جدع وكل راجل محترم. احنا بنحب الناس كلها رجاله وبنحترم الناس كلها. تحياتي لكل راجل جدع. حمامتين بالصلاه على النبي هما رجاله زي ما باينين. تعالى يا عم وليد عايز تصورهم من هنا. ماشي جاي لك يا عم وليد. تعالى اقف هنا. اطلع فوق. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. صوركم الدائر من فوق يا رجاله، الراجل مش بص مش بخلع عليكم اي حاجه. الصلاه على النبي. النهارده الجو حر. الجو حر يا عم وليد. انا برضك كنت عند اخويا ولعه، غيت اخويا ولعه برضك يا رجاله ايه؟ اجيبها لكم برضك. غيت اخويا ولعه ايه؟ كنا عنده تمام. الراجل برضك كنا بنصور الحمام عنده في الفيديو اللي فات، قال لي الجو حر يا عم عمرو، بس انا هفتح لك الحمام برضك عشان نفرج الناس الحمامتين ونمتع الناس. الصلاه على النبي. كل الحمام ده فرخك يا عم وليد ها؟ تلات ارباعه. تلات ارباعه. عم وليد انت بتفضل الحمام الدشار ولا ابن العشه؟ لا سؤال سالته لكل الغواية. ابن الغيه. ابن الغيه. الدشار خاين. طب ايه السبب؟ وليه بنقول دايما الدشار خاين؟ بص دايما الدشار لما انا بربي طريحه زغاليل. تمام. مثلا 30 40 زغلول صفيتهم على 25 20. تمام. احط فيهم اتنين دشار، الاتنين الدشار دول مهمتهم ان يمشوهم. تمام. غير كده لا، انما في ناس بقى بتحب يبقى كله دشار. تمام. كله الدشار ده انا بقول خاين ليه؟ لان ممكن يحط زي ما هو اتربى على غيه. تمام. ممكن يحط على غيه ثانيه. تمام. فاخطائه كتير غير
غير ابن الغياب. غير ابن الغياب واحد يعني اخطاء قليله وعمره ما يكون. لا طالما عشق خلاص. طالما عشق خلاص. الصلاه على النبي. بفرقوا على الحمام برضك يا رجاله واقف على العرق كده. الغياب دي بقى لها كام سنه يا عم وليد؟ دي بقى لها 10 سنين. بقى لها 10 سنين. حضرتك ورث الحمام ده عبا عن جدا ولا حضرتك طلعت كده بتحب الحمام؟ غيت ابويا موجود. غيت والد حضرتك موجوده. بس موجودة. هيكل. بس هيكل. طب عايزين نصورها دي بعد اذنك. صورها ممنوعات. ممنوعات ها؟ الصلاه على النبي رجاله هنفرجكم برضك على غيه. هنعملها دي جزء لوحدها دي، اعملها لكم دي بص كده جزء لوحدها. والدي انا طلعت لقيتها ربيت فيها. الصلاه على النبي هنصور فيها دي يا عم وليد بعد اذنك. هنفرجكم برضك على الحمام رجاله. هنصور لكم اللوفت اهو رجاله برضك. الصلاه على النبي عمرو ربنا يبارك لك يا عم وليد. الخارج يا رجاله. الراجل محتفظ بالتقاليد والعادات بتاعت زمان. هو اصلا يعني الصبح رجاله زي ما انتم شايفين كده احنا راكبين العالي. زي ما انتم شايفين كده احنا راكبين العالي. احنا هنا في ميدان الجيش. الصلاه على النبي. هنتم الصلاه على النبي والرجاله كلهم وزور هم. كلهم وزور. انزل برضك اصور لكم اللفت من تحت او الخارجه من اللفت من تحت. خليكم معايا زي ما عايز تقول قول. الصلاه على النبي يا رجاله. ربنا يا رب يبارك للناس كلها ويدي الناس كلها رجاله. حوانتنا اهم. الدنيا عتمت. انا بحاول اصور الحمام علشان الحمام ده احنا ما لحقناهوش وقت لما اتفتح له. بس انا على قد ما اقدر بحاول اوريكم شكل الحمام عامل ازاي. الحمام طبعا مجهد لان الراجل كان فاتح له بقاله فتره. الحمام اهو. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. عم تم الصلاه على النبي يا رجاله هم يمتعوا اي غاوي بامانه بامانه. انا مستمتع اقسم بالله. طالما بتحب الحمام هتستمتع انت بالشكل اللي انت شايفه ده تستمتع بيه. طالما بتحب الحمام. الصلاه على النبي. ربنا يا رب يدي الناس كلها رجاله ويبارك للناس كلها. عايزين الناس كلها تكون في احسن حال واحنا بنحب اي راجل بيحب الحمام. بسم الله ما شاء الله. هو ده شكل اللوفت يا رجاله. افتح لكم انا اللوفت اهو. الراجل سايبنا اتعامل بصوا براحتي. الراجل سايبنا اتعامل براحتي يا رجاله. هي دي اخلاق الغية يا رجاله. الصلاة على النبي. ده شكل اللوفت يا رجاله عنده من تحت اهو. بسم الله ما شاء الله. خارجه يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. خارجه من جوه يا رجاله. صورتها لكم من بره. خليكم معانا برضك يا رجاله. هنرجع لكم تاني.